السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للحضور الكريم، شكرا للجنة اللي حضرت لهذا اللقاء. رغم الحصار ورغم ظروفنا الصعبة في المنطقة من محاصرة المحتل المغربي ودجج مدنيه ومخازنيته وعسكره، ورغم هذا فصوتنا دائما لله الحمد وله الشكر مرفوع، ونقول لهم ها نحن موجودون وها نحن رافعين صوتنا على العهد الذي قطعناه على شهدائنا وعلى ممثلنا الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي الذهب. نبذة عن الشهيدة الشايعة أحمد زين. ولدت الشايعة عثمان أحمد زين سنة 1975 ميلادية في مدينة الداخل المحتلة. درست التمريض سنة 1971 في نفس المدينة عندما كانت الصحراء الغربية مستعمرة إسبانية. خرجت الشايعة من وطنها عندما تنازلت عنه المملكة الإسبانية للاحتلال المغربي، مثلها مثل كل الصحراويين الذين فروا مشيا على الأقدام من بطش العدو. فكان يوم 18 فبراير من سنة 1976 هو سقوط الشهيدة الشايعة، وهي تحمل بداخل أحشائها جنينها الأول والأخير بالنسبة لها. الذي لم يسلم هو الآخر من قصف الطيران المغربي، وكان ذلك اليوم الذي سقطت فيه الشهيدة هي وجنينها، تزاول مهنتها الشريفة والإنسانية في تداوي وتضميد جرح الصحراويين من جراء القصف. ذلك اليوم واحدا من الذكريات الأليمة والصفحات السوداء الذي بقى مسجلا أو بقي مسجلا في ذاكرة الشعب الصحراوي من تاريخ المحتل المغربي في الصحراء الغربية. فلا زالت ذاكرة كل من شيوخ وأطفال ونساء الشعب الجريح والمشرد من الغزو الغاشم حبلى بتفاصيله. في ذلك اليوم المشؤوم تعرضت ثلاث مخيمات تأوي الفارين من بطش العدوان الذي دام ثلاثة أيام وخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى بين المخيمات الصحراوية التي تأوي أزيد من 25,000 نسمة. تعرضوا فيها إلى حرب إبادة جراء قصف الطيران المغربي الذي أمطر الآلاف المؤلفة بوابل من قذائف النبال والفوسفور الأبيض. إنها جريمة حرب قذرة، إنها جريمة حرب قذرة في ظل تعتيم إعلامي وسط تآمر دولي وحرب توسعية ضمن أجندة الحروب الباردة في هذا اليوم، وما يطبعه من دلالات الحصر أو الحصرة والأساء والإقدام على التضحية والمرأة الصحراوية، ليجعل من هذا اليوم يوما وطني للأم الصحراوية تقديرا لروح هذه الشهيدة وكل شهيدات الوطن التي سقطن في ميدان الشرف فداء للوطن. فالنساء الصحراويات قوة مجندة من أجل التحرير وصون المكتسبات. وما تفصيل في نبذة الشهيدة الشايعة إلا هو نموذج، لأن لا ننسى شهيدات الاختفاء القصري اللواتي سقطن تحت التعذيب رحمة الله عليهم. لقد عانينا الأمرين، فراق الأسرة وتشتيتها والموت تحت التعذيب من أمثال بتول سيدي علي ومن أمثال مغيلي رحمة الله عليها ومن أمثال الأم خناثة عيال وهل ما جرم. ماذا سنتذكر في هذا اليوم، في يوم 18 فبراير؟ إنه يوم الحقيقة مأساوي لا نستطيع نسيانه، وكل الوطن أوي الشهادة. كل الوطن الشهادة. نستحضر كذلك مجموعة من الشهيدات التي سطرنا أسماءهن بأحرف من ذهب في صفحات التاريخ. على سبيل المثال الشهيدة سيد أمي التي رافقت المقاتلين في ميادين الشرف، والشهيدة كلثوم الونات التي كانت مثال للشابة الصحراوية المناضلة.
كذلك نستحضر بالأمس الذكرى الأليمة، كذلك ذكرى الأحكام القاسية بحق معتقلي ملحمة قديميزيك. فلنرفع شارات النصر لكل الشموع التي تنير غياهيب السجون المغربية وعلى رأسهم أسود ملحمة قديميزيك. معتقل يا رفيق سنواصل القريق، معتقل يا رفيق سنواصل القريق، معتقل قديميزيك فضجيني ومرجيك، معتقل قديميزيك فضجيني ومرجيك. نترك الكلمة الآن للأخوة المناضل بشري بن طالب، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية تحية المجد والخلود إلى شهداء الواجب الوطن، تحية الوفاء والعهد رائد الكفاح للجبهة الشعبية تحت ساقية الحمراء والذهب، تحية المواصلة والاستمرار الرفاق لانتقال المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وبالسجن الأكحل والسجن الداخلة المحتلة استمرار كذلك. بداية نحن سعداء فرحانين بالحسنين نصف الأخلاق بهذا اللقاء، وفرحانين كذلك بالسياق اللي يجي فيه هذا اللقاء، هو الاحتفال بالذكرى 40 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وهو الإعلان حقيقة والحدث اللي ما جاء بشكل اعتباطي ولا جاء بالصدفة، هو حدث توج مجموعة من الأحداث والمراحل اللي عرفتها قضية الشعب الصحراوي، بداية بانتفاضة الزملة في 17/6/1970، مرورا بالمشروع الأسس لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، مرورا كذلك بإعلان الكفاح المسلح ب 20/5/1973، مرورا كذلك بإعلان الوحدة الوطنية في عين بن تيلي 12 أكتوبر 1975، لكن أيضا إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جرد صريح الاتفاقية الثلاثية اللي كانت بين إسبانيا وبين المغرب وبين موريتانيا. في هذا السياق كان جا كيف قلت هذا الحدث، واللي أعلن بما لا يدع الشك بأن إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هو واقع بغى اللي بغى وكره اللي كره، وهذا الواقع أكيد أنه جاب مجموعة من المكاسب كان أبرزها اعتراف أكثر من 80 دولة بالجمهور بالدولة الصحراوية، في حين أنه ما خالف دولة واحدة تعترف بالمغرب بالسيادة. كذلك مجموعة من المكاسب الثانية اللي حقيقة ما يقد يفسحنا المجال بأن ننشرولها، أكيد عن هذا اللقاء هو بحد ذاته تذكير، كيف يقولوا فذكر، والله تقول الآية الكريمة فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، هو تذكير إن إحنا كمناضلين بالدرجة الأولى، لكن أيضا تذكير للدولة المغربية، تذكير لأجهزتها بأن هذا الشعب ما زال الله هو، لعل يكذب حد على راسه، والله ينسب لراسه نصر وهمي بأنه استطاع انطلاقا من سياسته بأنه يخمد نار الثورة، بأنه يخمد النضال، بأنه يخمد المقاومة السلمية، لا يغلط حد، الشعب الصحراوي الله هو. الشعب اللي فجر انتفاضته في 1970 مازال الله هو، واللي فجرها في 75 مازال الله هو، واللي فجرها في 87 مازال الله هو، واللي فجرها في 91 و92 و95 و99 و2005 في قديميزيك مازال الله هو. ولا 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 يحاول هم اللي حد انه 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 يجلد راسه. احنا الثوره كيف الثورات كامله، كيف الثورات كامله، والثورات باختلاف انواعها واختلاف اماكنها دائما تعرف فترة نزول وتعرف فترة صعود، مسألة طبيعية. كيف قلت لا يحاول انه حد يوهم راسه، والله يوهم ذاك اللي مصيفته بانه استطاع انه يخمد هذه حقيقة، هذه بذرة المقاومة وهذه الشعلة اللي في الصحراويين. كذلك حد كامل يحاول انه يقول عن الزيارة خلقت واقع ثاني، والله ما نهاية هذه دولة احتلال، هذه دولة محاكمة في الصحراء بقوة الأمر الواقع، يا غير حد متفقرش، والله حد يعد البطولة، يقلع عزة الحرية من قلوب الصحراويين من كبودهم من عقولتهم، هذه هي البطولة، حد معد البطولة، هذه الصحراويين اللي مسيطر عليها 40 سنة يحاول يدجلها ويعدلها مغاربة، بالعكس هو من نفسه ثبت له عنه من ما قد يعد الصحراويين مغاربة، عاد يحاول يعدل من المغاربة صحراويين يقدمهم
المجتمع الوفود الدوليه ويقدمهم في استقبال مريكم كيف حدث فاخر 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 زياره. البطوله كذلك كيف قلت حد محاول يقول عنهم عند البطوله قبال ينزل سياسات المغرب الراميه لابتلاع الشعب يا غير استعراض العضلات على العلايات تقافلهم في الزناقي بطهم قليع ملاحفهم قليع ارزاقهم. هذه ما هي البطوله وبالتالي الحق لا حق الدوله المغربيه تعرف عن الصحراويين عندهم حل واحد حد باغي عنده حل مع الصحراويين حل واحد هو الاستقلال. شي ثاني راهو مخالف يعطيهم استقلالهم اللي يتهنى هو ساب اللي يتهنى هم. هذه مساله. المساله الثانيه اللي نعقب نضيف على كلام سيدي محمد ددش حق بعض احنا 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 فينا الشرائح كامله فينا الفئات كامله فينا المطالب كامله اجتماعيه اقتصاديه ذا كامل فينا يا غير مولي يا ريتنا نعرفوا احنا نهائيا ما لنا ضد مطلب بالعكس مع المطالب كامله ما دامت ان احنا مالنا ما مسكتين على المغرب ولا لنا طالبين وشنا بالعكس هذه خياراتنا وهذه ترابنا ولا لنا طالبين من حد يعطينا شيء من عنده. لكن يا ريت كل حد يعرف انه راه ما خلق مستقبل ولا خلق حياته ولا خلق تهن ولا خلق السكينه ولا المستقبل الحقيقي هو في استقلاله. وبالتالي الجهد 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 يالتو يعود في ذا الاطار ذا هو يالتو يعود في اطار انتزاع الحريه وانتزاع الاستقلال ان شاء الله ربنا. مساله اخيره والاشاره كذلك سيدي محمد وقفه 25 لا كيف الوقفات كامله ولا اكيد على يتخطوا 25 ولا يجي واحد وتجي اثنين وتجي ثلاثه ولا تتم الوقفات لا مستمره لان نقلوا حق كيف قلت قبيلتي المغاربه اللي بغاو يستقروا يعطونا استقلالنا ويفهمونا وكل الوطن والشهاده. الاخ بشري بن طالب اللي طلع على مسامعنا مجموعه من المكاسب التي حققتها الثوره الصحراويه ولا يليق بها سوى ما قاله الثائر غيفارا على ان وعلى كل واحد منا ان يتخلى عن احلامه الشخصيه من اجل الحلم الكبير الذي يتمثل في الثوره. والاخ بشري اللي شارك ذلك زياره كومبرادور المغربي الاخيره لاقليم الصحراء الغربيه التي ليست سوى استفزاز للمنتظم الدولي والتي تتناقض مع الشرعيه الدوليه باعتبار اقليم الصحراء الغربيه اقليم ضمن الاجنده اللجنه الرابعه للامم المتحده لجنه تصفيه الاستعمار. للتذكير فقط الجماهير الصحراوية اليوم من هذا المنبر تدعو جميع الصحراويين لشد الهمم لتسجيل الحضور في وقفة 25 من هذا الشهر وقفة الحرية والكرامة. الآن نترك الكلمة للأخت فاطمة زرقوفة لتتفضل مشكورة. أباتنا وأماتنا هما معنوياتنا أماتنا وأباتنا هما معنوياتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية للجمهور، تحية للغائبين والحاضرين، وتحية لكل اللي حاصروا. أنا لا ندخل مباشرة نقول لكم عن اليوم يوم عظيم عند الشعب الصحراوي الذكرى الأربعين لإعلان الجمهورية. وحقيقة عن هذا الشيء يفرحنا وينشطنا ويزيدنا فرحة ومحتفلين به اليوم وعلى راس وعلى رغبة كل صحراوي ما احتفل حتى إلى عاد محتفل في أخلاقه راه احتفل. رانا محتفلين كاملين اليوم بعيد إعلان الجمهورية ورانا مرحمين على شهدائنا وشهيداتنا اللي عدلونا هذه الجمهورية اللي عدلونا ذي الجمهورية اللي راعينا اليوم وقوف نحيوها ونخلو ذكرتها الأربعين. لين نقولكم عن خالق فرق بين 75 واليوم. أنا حاضرة 75 حقيقة، حاضرة قبال من انتشار الثورة 73 حقيقة. عنا الوقيج قليلين وياسر من نجاهد يا غير حقيقة عندنا أبطال في ذاك الوقت حاجة اللي عنهم ما تلحق خالق حد يعود كيفهم يا غير بعد خلاونا الطريق نمشوا معه. حقيقة عنا قليلين ولا نعرفوا الراية ولا نعرفوا الجمهورية ولا نعرفوا معنى الشعب ولا نعرفوا شيء غير صافيين ذاك الوقت ومتحدين وماشيين على خط واحد
اليوم الى عاد خليك خزو. انا بعد ما شفته غير رجلي حسته ولا كل ساعه يشير لشي. حقيقه عن الشعب اراه هذه الدوله المغربيه كاسرته في ياسر. اراه محاصره الديار ومحاصره الترك ومحاصره الشيء ومحاصره الكهلاء ومراقبتهم في الزنق وتابعتهم ولا مخلي شيء يصلح. يا غير رقم ذا كامل احنا رانا مستمرون لله انتم مستمرين على عهدنا اللي كنا عليه من 75 الى الان من يوم 27 سنواصل الكفاح يا شهيد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح كون شباب مسؤول خليني رايح ما ما فينا حد يقول تحت التعليم كلمة كون شباب مسؤول خليني رايح ما فينا حد يقول تحت التعليم كلمة حقيقة عن الأبطال الأبطال لا يهتموا لا ينذكر. تعالوا من عند بصيري وتعالوا من عند الشهيد الحافظ وتعالوا من عند الشهيد البشير الحلاوي ومفهم قيسوا الشهيد عبد الرحمن بن عبد الله وقيسوا السيد الحيدو ومفهم تعالوا الولي مصطفى السيد وقيسوا يلا لا أنا قاعد المهم رحمة الله على شهدائنا اليوم رحمة الله على الشهداء اللي عدلونا ذا الخط النير الزين اللي ماشيين معاه ونقولوا للمغرب عنا رانا ما أنا متراجعين أسوأ متنا وأسوأ خلينا وأسوأ اللي بقى منا وراه إلا بقى منا رقاش ما قال كلمته إنساني قايلها ولا هو جاحدها ولا أنا جاحدين ولا عاد خالف حد خايف لا يخاف طالب طالب إذا كوري زايا أنا ما خايفين طالب إذا كوري زايا السادة سيلة جا وتخطى مستقبل ورجع مقافي وتخطى مستقبل ورجع مقافي عارفين قصده عنه معارقة زيارة للعام الأمم المتحدة ويدوروا ما يشير المنطقة ويدوروا ما يعدل التقرير غير إحنا من 75 معولين إلا على روسنا ما أنا معولين على حد معولين على الشعب الصحراوي معولين على أولادنا اللي مشاو مضحيين شهداء وما زالوا اليوم ضحيين أيديهم على الزناد النهار اللي ما يصلح السلب لا هي يبض الحرب ولا هي يبض الصحراء واللي باغي يموت واللي باغي يحيى الصحراء لا هي تتحرك النساء ما قد تبقاو لا يمشوا للحرب الى خلق الحرب لا يقيسوا النساء ولا يحاربوهم غير اللي باقي فيا اللي نقول لكم باقي فيا القنابل كانت لا من عند السناتير وكانت لا برا عاد نطرح في المدينه ومنين تنطرح في المدينه تنسد في الصحراويين طارحينها المغاربه يداروا يحتاجوا بها على العلم ويقولوا عن احنا ارهابيين احنا ما قطعنا ارهابيين ابدا احنا ما قطعنا ارهابيين والقبول ما نصنعوه ولا نعدلوه ولا نشروه من هون إلى عاد خالق منه شيء عند الجبهة الشعبية إحنا ما هو عندنا في المناطق المحتلة ما هو عندنا عندكم توما يا المغاربة وانتوما اللي تديروه وتحتجوا به وتقولوا عن إحنا دايرينه منين رأينا إحنا القنبول انتوما جايبين وانتوما طارحين في الطرق فرق أولادنا بين أيدينا في المدينة هذا ما محقق إحنا ما نتحملوا مسؤوليته تحمل مسؤوليته المغرب ومنين فرقوا راعين في الضم ما خليتوا حد يلحقهم ولا خليتوا حد يصورهم هذا دليل علاش؟ دليل على ان المغرب اول شيء ما خلق حد ما هو عارف العراقي وطول الميل وطول مسيرة الاستعمار هذا هو اللي الاول بالمغرب قوة تصميم وإرادة لفرض الاستقلال السياسي يا جبان يا حقوق الإنسان يا المغرب يا جبان يا حقوق الإنسان حرب التحرير حرب التحرير حرب التحرير كل الوطن النضال يحمى ما فينا حد يقول تحت التعليم كلمة كون شباب مسؤول حل النضال يحمى ما فينا حد يقول تحت التعليم كلمة ونشكر كذلك مرة ثانية الأم الفاضلة فاطمة الزرقو اللي ترحمت على الشهداء وحيات مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي اللي ماسكين على الزناد في أهبة الاستعداد والثابتة أقدامهم حتى تحقيق النصر بإذن الله تعالى. إلى هنا نأتي إلى
نهاية هذا اللقاء، هذا المنبر الذي نظمته الجماهير الصحراوية بالعيون المحتلة، ونترك الكلمة للأخت المناضلة مريم البرحيمي التي سوف تتلي البيان الختامي صادر عن الجماهير الصحراوية بالعيون المحتلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحيي الجماهير كاملة من المناطق المحتلة بدون استثناء، وخاصة من العاصمة الصحراء الغربية العيون المحتلة. بيان الختامي لاحتفال الجماهير الصحراوية والمرأة والمجتمع بدون استثناء بذكرى 27 فبراير، وأيضا استحضار جميع شهداء الشعب الصحراوي وعلى رأسهم طبعا الشايع أحمد زين اللي كانت نبذة قصيرة عن حياته. وطبعا الشعب الصحراوي عنده العديد من الشهداء المضحين والملتزمين أيضا بخط الشهداء وبالعهد إلى حين الاستقلال إن شاء الله. البيان الختامي: لقد شكل تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يوم 27 فبراير 1976 ردة شرعية وصفعة قوية في مواجهة المؤامرات الخبيثة التي أسست لها اتفاقية مدريد 1975 مسيرة الاجتياح والغزو الذي تعرض له الشعب الصحراوي منذ أكتوبر 1975 في ظل التحتيم والحرب المستعارة وما رافقها من مغالطات سياسية وادعاءات. إن إعلان الجمهورية الصحراوية الديمقراطية جاء تتويجا لجملة من الإنجازات والمكاسب التي ناضلت من أجل تحقيقها جبهة البوليزاريو، بداية بتأسيسها وإعلان الكفاح المسلحة، ومرورا بعقد مؤتمر الوحدة الوطنية في عين بنتيلي 12 أكتوبر 1975، ووصولا إلى إعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في 27 فبراير 1976. فمنذ هذا الإعلان تولت المكاسب والاعترافات بالدولة الصحراوية من طرف أزيد من 80 دولة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، إلى جانب عضويتها في الاتحاد الإفريقي التي تشكل دليلا ملموسا على المكانة التي تحاط بها الدولة الصحراوية. وبعد مرور 40 سنة من هذا الحدث التاريخي تخلد اليوم المرأة الصحراوية والجماهير بالعيون المحتلة هذه الذكرى الغالية، مستحضرة كل تلك الملاحم المجيدة في التضحيات والعطاء التي بذلت الأرواح الظاهرة التي سقطت في سبيل إقامة الدولة الصحراوية. ولعل استشهاد الشهيد الشائع أحمد زين أيام قليلة قبل وقوع هذا الحدث هو أكبر دليل على الدور الريادي الذي لعبته المرأة الصحراوية في مسار حرب التحرير والبناء، وما وصلت به بعد ذلك من مراتب متقدمة داخل الجبهة الشعبية الجمهورية الصحراوية إلى جانب أخيها الرجل. وفي إطار الاحتفال بالحدث لا نستطيع كصحراويين إلى أن نستحضر أيضا الموقف المرير الذي لا زال يعيشه الشعب الصحراوي في ظل واقع الاحتلال وجرائمه المتواصلة في حق الصحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال. بمناسبة مرور 40 سنة من ذكرى إعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تعلن المرأة الصحراوية بالعيون المحتلة ما يلي: أولا، اعتزازها التام بهذه المكاسب العظيمة وتشبثها بالاستقلال الوطن كاملا وتمسكها بالجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وادي ذهب وحيد الأوحد للشعب الصحراوي. ثانيا، شجبها لجرائم الاحتلال المغربي المتواصلة في حق الشعب الصحراوي الأعزل. ثالثا، دعوتها المنتظمة الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها اتجاه الشعب الصحراوي والتزام الدولة المغربية باحترام الشرعية الدولية وتطبيق مخطط تسوية الأممية. رابعا، مطالبة الدولة المغربية بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المختطفين ومجهولي المصير. خامسا وأخيرا، دعوة كل الصحراويين إلى توحيد الجهود في وجه الاحتلال المغربي والتصعيد الرفع من وتيرة النضال والخروج إلى الشوارع والميدان والحضور القوي في وقفة 25 فبراير المخلدة لذكرى 40 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية المدعو لها من طرف الجماهير الصحراوية قوة وتصميم وإرادة لفرض الاستقلال والسيادة بتحرير 18 يناير 2006 العيون المحتلة.